سلام البنات، جيتكم اليوم فيديو جديده. كما راكم تشوفوا حاجه ماهيش كما مالفين نديروها، اللي هو لابو تاع لي بانان. كما راكم تشوفوا انا هزيت، مثلا هزيت نصف تاع القشره تاع اون بانان اللي هي الموزه. الوغ البنات واش ديروا بها؟ اكيد انه فوائد الموز كبيره، ونحن لعدم ادراكنا بهذا الشيء جينيرالمون ناكلوا لي بانان ونرموهم. لي بانان الوقت هذا طاحوا شويه، دونك كم يديروا انتر 22000 25000، احنا عنا يديروا 22000 23000 هكاك، يعني 23000. و ليامات هذه دونك مازال ما جاتش التينه ومازال ما جاتش الماندارين، دونك اونتر لي بانان اي لي بون، هذا الموسم تاع لي بانان لي بون هكا. دونك استغليت الفرصه كي عاد عندنا لي بانان، قلت بوركوا با ما نديرلكمش وصفه طبيعيه، ولا حتى اي وحده معاكم في الدار تكون شرت لي بانان ما ترموش القشره تاعها. اول وصفه راح نديرها لكم اللي هي نستعملوها للوجه او لبشره الوجه. واش نعمل؟ نهز مثلا هكا تكفيك، هكا وحده تكفيك لارجمون الكامل وجهك. على غوش ديري الجهه هذيا اللي تجي من الداخل اللي تجي في وسطها لا بانان، واش تعملوا؟ هذه هي اللي تفركوها على وجهكم. اكيد ان وجهكم يكون نظيف، مثلا غسلتوه بصابون ولا ما فيش حتى مكياج، مسحتوه بماء الورد، واش تقوموا؟ تقوموا بفرك هذه على وجهكم كامل لمدة 5 إلى 7 دقائق، وانتم تحكوا لين تحسوا هذه هذه تاع لي بانان تحسوها انه كحالت، بدات تكحال. كي تبدا تكحال خلاص سي بون، ثم تحبسوا، ترموا هذيك البقايا تاع لي بانان. والا كفكرة اخرى ما ترموهاش، واش ديروا؟ تروحوا تحطوها تشيح في سنيوة، تحطها برا وين الهواء ولا وين الشمس. بيان سور درك الشمس بدات تروح، مي تحطها وين الهواء حتى تشيح كاريمون، تولي سوداء ويابسه. اذا ولت سوداء ويابسه راح نعدو ليتاب دوزيام. مره جايه ان شاء الله نعمل لكم فيديو اخر اللي فيه هذيك الوصفه المجففه تاع الموز اللي راح نستعملوها في الشعر. دونك اول حاجه قلت لكم انه هذه الوصفه تساعد جدا في إشراقة البشرة، تبيض وتعمل على إشراقة البشرة وتخفي كامل الحبوب. تستعملها لمدة مثلا إذا شريتوا 1 كيلو دو بانان ما كمش حتوكلوه في نهار، حتوكلوه على 3 أيام 4 أيام. دونك أنت في هادوك لي جوغ كامل وين تلقاي لابو تاع لي بانان كل يوم أعملي. تحبي تعملي صباح وتحبي تعملي حتى قبل النوم، وتغسلها بشويه ماء دافي وتخليها زي كيك. راح تحسي اصلا وجهك ارطب، تحسيه رطب، تحسي لابو تاعك بدات تتحسن. الحبوب اللي اذا كانوا عندك حبوب راح يطلعوا، هذه البنان وش يعمل؟ راح يعمل عمليه وقف ويتراجعوا الحبوب اللي كانوا راح يعاودوا يطلعوا في لابو تاعك. هذه من جهه. ثاني حاجه انه هذه الطريقه تساعد كامل لي تيب دو بو، وبالاكثر اللي هما البشره الجافه اللي تكون تعاني من الجفاف بشده كبيره. هنا واش راح ديري؟ راح تحاولي انه البنان راح يرجع لك يغذي لك لابو تاعك، باسكو ناقصه ما ناقصه فيتامينات، ناقصه قداش من حاجه راح يغذيها لك. في خصوص البشره الدهنيه كيف كيف يولمها، لانه البشره الدهنيه معرضه بنسبه كبيره للتعرض الى الحبوب، سواء كانت الحبوب السوداء او البيضاء او حب شباب الى غير ذلك من الحبوب، وبالتالي هنا راح تعمل على عمليه اخفاء الحبوب. وكذلك راح تلاحظوا الفرق بعد نهارين 3 أيام، إن وجهكم أصبح يعني نقولوا نحن رطب وفيه إشراقة، يعطيك واحد إشراقة حتى لساغن تشوفي إنهم يروحوا. ولكن لازم تعملها أموا دو فوا باغ جوغ ولا إن سول فوا، وديما تحكوها لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تكحل لابو تاعكم. بيان كيما شفتو من قبيله وانا نهضر معاكم، لابو ما تكحلش حتى تحكو وجهكم بالبيان. اذا عجبتكم هذا لو جوغ من الوصفات راح نعاود نعملكم الفيديو الثاني اللي يكون خاص بنعومه وترطيب الشعر من لبنان. هكا نستفيدوا من اي حاجه كيما نقولوا في الفيزيك، احنا قريناها
rien ne se perd, tout se transforme. بمعنى انه والو ما يروح, كل حاجه راح نعاودو ندخلوها في حوايج اخرى. وبدينا بقشور الموز حتى يجونا لي زورانج, وراح ندخلو في دي ماسك طبيعيين باش هكا نيفيتو شويه في الشتاء لي برودوي شيميك, ونرتحو لابو تاعنا حتى يجي وقت الربيع. نتمنى تكون هاد الفيديو نالت اعجابكم واستفدتوا منها. ما تبخلوش عليا بجيم وابوني وتهلاو في رواحكم.